بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله نمضي من حيث كنا وصلنا في الدرس الماضي من كتاب الصيام من شرح متن أبي شجاع رحمه الله تعالى. سبحان الله، الشيخ سمير كان بوده أن يكون هنا ولكنه شغل في اجتماع في طرابلس عوقه عن الحضور اليوم. نمضي إن شاء الله من حيث وصلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الصالحين. قال المؤلف رحمه الله: ومن نفع عليه صيام فارس من رمضان بعذر. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على من مات وعليه صيام لم يصمه. فمن مات وعليه صيام من رمضان، في الحقيقة هذه المسألة ليست خاصة بمن مات وعليه صيام من رمضان لم يصمه، إنما المقصود من مات وعليه صيام يجب عليه صيامه ولم يصمه. قد يكون هذا الصيام الواجب عن رمضان، قد يكون صياما عن نذر، قد يكون صياما عن كفارة. إذا مات وعليه صيام واجب لم يصمه، ماذا يترتب على هذا الإنسان؟ في هذه المسألة تفصيل، لأن هذا الصيام إما أن يكون فاته بعذر أو فاته بغير عذر. ثم إن فاته بعذر، إما أن يكون تمكن من القضاء ومع ذلك هو لم يقضي حتى مات ولم يقضي، وإما أنه لم يتمكن من القضاء كأن استمر عذره إلى أن مات، فليس الحكم واحدا باختلاف هذه الصور. الآن سيفصل إن شاء الله ويبين ماذا يترتب في كل من هذه الصور الأربع. إذن الإنسان إما أنه فاته الصيام بعذر، الصيام الواجب فاته بعذر أو بغير عذر، وفي الحالتين إما أن يكون تمكن من القضاء أو لم يتمكن من القضاء. نعم. كما نقل فيه مرض يجابره ولم يتمكن من قضائه. الصورة الأولى من فاته صيام واجب ومات ولم يقضه، لكن هذا الصيام كان فاته بعذر لم يصمه لعذر، كأن يكون مثلا مرضا يبيح الفطرة فأفطر في رمضان واستمر مرضه إلى أن مات، استمر مرضه إلى أن مات، فهذا الإنسان أفطر لمرض يرجى برؤه، يرجى أنه سيتعافى من هذا المرض، لكنه لم يتمكن من القضاء لأن هذا المرض استمر إلى أن مات. نعم. لا إثم عليه في هذا الذي فاته، لأنه معذور في إفطاره ولم يتمكن من القضاء، فلا إثم عليه، ليس عليه معصية. نعم. ولا يلزم أن يدفع، لا يلزم الورثة أن يخرجوا من تركة هذا الإنسان فدية، لا يترتب فدية في تركة هذا الإنسان، كما أنهم لا يصومون عنه، لا قضاء. نعم. أما إذا كان هذا الصوم فات بغير عذر،
سواء تمكن من قضائه أم لا، الحكم واحد. إذا فاته الصيام بغير عذر، أفطر بغير عذر، سواء تمكن من القضاء أم لا. نعم. أو به ومات بعد التمكن من قضائه وغيره، أو فاته بعذر ثم مات بعد أن تمكن من القضاء، كان يمكنه القضاء فلم يقضي. الصيام فات بعذر، كان معذورا في إفطاره، لكنه بعد ذلك أمكنه أن يقضي هذا الصيام ولم يقضي حتى مات ولم يقضي. في هذه الصور الثلاث، نعم، أيوة، هذا الإنسان إذا مات على هذه الحالة فاته صيام واجب بغير عذر، أو فاته صيام واجب بعذر وتمكن من قضائه ولم يقضه ثم مات، لا بد أن يخرج من تركته مد عن كل يوم لم يصمه. مد من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد يخرج مد، المد ملء الكفين المعتدلتين. نعم. والمطعم وليه، الذي يطعم، الذي يخرج هذا عنه، إما وليه أو أحد من أقربائه، واحد إما وليه أو واحد من أقربائه يخرج هذا المدة عن هذا الإنسان. نعم. أو أي واحد من قرابته. أيوة. وما ذكره المصنف هو القول الجديد، وهذا الذي ذكره الشيخ أبو شجاع من أنه يطعم عنه فقط. هل ذكر الشيخ أبو شجاع، هل قال يطعم عنه مد عن كل يوم أو يصوم عنه أحد أقربائه؟ لم يذكر الصيام، إنما ذكر الإطعام فقط. هذا قول الإمام الشافعي الجديد، مذهب الإمام الشافعي الجديد الذي صنفه في مصر، هذا مذهبه أنه في هذه الحالة يكون الإطعام فقط ولا يصوم عن هذا الميت أحد أقربائه. نعم. والقديم الذي صور في الروضة ذات نبيه، أما مذهب الشافعي القديم الذي صنفه حين كان في العراق، في مذهب الإمام الشافعي القديم قال يجوز الأمران، إما أن يطعم عنه لكل يوم مد من غالب قوت البلد، وإما أن يصوم عنه أحد أقربائه عن تلك الأيام، مثلا أحد أقربائه أو أكثر من واحد تلك الأيام التي فاتت هذا الإنسان. إذن عنده إما في المذهب القديم إما أن يطعم عن كل يوم مد، وإما أن يصام عن تلك الأيام التي فاتت ولم يقضها، التي فاتت بغير عذر أو فاتت بعذر وتمكن من قضائها ولم يقضها. نعم. وهذا القول القديم، هذا القول القديم هو الذي صوب النووي في الروضة الجزم به، يعني في كتاب الروضة النووي قال هذا هو القول القوي وهذا هو القول المعتمد، وهذه إحدى المسائل التي رجح فيها الشافعية مذهب الشافعي القديم. هناك مسائل معدودة، 14 مسألة، قال الشافعية قول الشافعي في مذهبه القديم أقوى من قوله في مذهبه الجديد. هذه إحدى تلك المسائل، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز الصيام عمن مات وعليه صيام لم يصمه في مثل هذه الصور التي ذكرناها. ثبت في صحيح مسلم أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أأصوم عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صومي عن أمه. فهذا الحديث وغيره أحاديث أخرى قال لأجلها الشافعية قول الشافعي القديم في قول الشافعي القديم في هذه المسألة أرجح من قوله الجديد. نعم. والدليل الذي صور في الروضة الجزم به أنه لا يتعين الإطعام. أيوة.
بل يجوز للولي والقريب أيضا أن يصوم عنه. نعم. بل يسن له ذلك كما في شرح مهند. قالوا بل أن يصوم عنه سنة، هذا حسن أن يصوم عنه. نعم. ولو أخر من عليه صوم يوم من رمضان. شرح المهذب هذا كتاب للنووي يقال له المجموع. نعم. ولو أخر من عليه صوم يوم من رمضان ذلك حتى دخل رمضان الذي بعده. طيب لو كان إنسان فاته صيام يوم من رمضان، سواء فاته بعذر أو بغير عذر، فاته صيام يوم من رمضان ثم أمكنه أن يقضي هذا اليوم قبل أن يأتي رمضان السنة المقبلة، لكن لم يفعل، تكاسل لم يقضي هذا اليوم إلى أن جاء رمضان السنة المقبلة، يعني فاته صيام من رمضان ثم أخر القضاء مع تمكنه منه حتى جاء رمضان السنة المقبلة. نعم. أثم بالتأخير، عليه إثم، عليه معصية لأنه أخر القضاء إلى هذا الوقت إذا كان تأخيره بغير عذر. أما لنفرض أن إنسانا أخر في رمضان لمرض يرجى برؤه، يرجى أن يشفى منه بقول أهل الخبرة، هذا المرض يرجى برؤه، أخر، استمر هذا المرض حتى جاء رمضان السنة المقبلة، هذا الإنسان لا معصية عليه لأنه لم يمكنه القضاء، لأن مرضه عذره الذي أفطر لأجله استمر حتى جاء رمضان السنة المقبلة، فليس هذا الإنسان مقصرا في تركه القضاء. أما لو أمكنه القضاء ولم يقض حتى جاء رمضان السنة المقبلة، في هذه الحالة هذا الإنسان يكون عاصيا في تأخير القضاء حتى جاء رمضان السنة المقبلة، ولو كان هو في الأصل في إفطاره معذورا، لو كان في رمضان السنة الأولى هو معذورا في إفطاره، لكنه يأثم لتأخيره القضاء حتى جاء رمضان السنة المقبلة. نعم. ووجبت عليه فدية عن كل يوم. ويجب عليه عن كل يوم فدية، عن كل يوم أخر قضاءه حتى جاء رمضان السنة المقبلة يلزمه فدية. مد من غارم يكون في البلد. إذن يلزمه فدية لأي شيء، يلزمه فدية للتأخير، أما أنه يلزمه أن يقضي لا شك، ويلزمه أن يقضي ما لم يقضه، لكن يلزمه الفدية زيادة على القضاء لأنه أخر حتى جاء رمضان السنة المقبلة. نعم. عن كل يوم مد، عن كل يوم أخره حتى جاء رمضان السنة المقبلة يلزمه مد من غالب قوت البلد. مثلا في بلادنا غالب قوت البلد القمح، المد قلنا ملء الكفين المعتدلتين، يعني تقريبا بقمح بلادنا تقريبا نصف كيلو، تقريبا بقمح بلادنا نحن. نعم. وتتكرر الفدية بتكرر السنين. ثم تتكرر الفدية بتكرر السنين، لو أخر سنة أخرى يلزمه فدية أخرى عن كل يوم، لو أخر سنة ثالثة، لو أخر سنة رابعة، وهكذا كلما أخر حتى جاء رمضان سنة أخرى لزمه فدية أخرى عن كل يوم أخره ولم يقضه. فلو أن إنسانا أيوة. فلنفرض لو أن إنسانا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ثم مات، الآن أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر ثم مات، هذا الإنسان يخرج من تركته عن كل يوم مدان. إذن هيدي السنة مثلا في هذا العام أخر ثم لم يقضي مع تمكنه من القضاء حتى جاء رمضان السنة المقبلة ثم مات، يخرج عنه
عن كل يوم هذا شأنه، عن كل يوم أخر قضاءه حتى جاء رمضان السنة المقبلة مدان. ليش مدان؟ مد لأنه مات ولم يقضي، ومد لأنه أخر، فيخرج عنه لكل يوم مدان. ويجوز أيضا قلنا أن يصوم عنه أقرباؤه، فلو صاموا عما لم يقضه يصام عن كل يوم لم يقضه ويخرج عن ذلك اليوم مد واحد. مد يخرج للتأخير ويصام يوم أو يخرج عنه مد. إذن أقرباؤه بالخيار بين أن يخرجوا مدين عن كل يوم وبين أن يصوموا عن اليوم الذي مات ولم يصومه ويخرجوا مدا واحدا لأجل أنه أخر. نعم. والشيخ والعجوز والمريض الذي لا يرجى ربوه إن عجز كل منهم اعتصام يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. إذن الشيخ الكبير السن، المراد بالشيخ الكبير السن، العجوز أكبر من الشيخ، يعني الهرم، العجوز الهرم. فالشيخ والعجوز بما يشمل الرجل والمرأة، والمريض الذي لا يرجى برؤه، الذي قال أهل الخبرة إن مرضه لا يرجى أن يشفى منه، هؤلاء الثلاثة إن عجزوا عن الصوم بأن شق عليهم الصوم مشقة شديدة لا تحتمل في العادة، يجوز لهؤلاء أن يفطروا. يفطرون وماذا يفعلون؟ يطعمون عن كل يوم مدا، مدا من غالب قوت البلد، يعني في بلادنا القمح. نعم، هذا يختلف باختلاف البلدان، في بعض البلاد غالب قوت البلد قد يكون أرزا، في بعضها ذرة، في بعضها شعيرا، في بلادنا هو القمح. نعم. ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان. لا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، قبل أن يأتي رمضان يقول أنا شيخ عجوز ليس علي صيام لأنني لا أقوى عليه، فأنا سأخرج من اليوم 30 مدا من القمح عن رمضان كله. هذا لا يصح، لا يصح تعجيل هذه الفدية قبل مجيء رمضان. نعم. ويجوز بعد فجر كل يوم وفي ليلته. أيوة، ويجوز بعد فجر كل يوم وفي ليلته كذلك، الليل قبل النهار يجوز إخراج هذه الفدية من الليل، ويجوز إخراجها بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا جائز لا إشكال. خلينا نقول يجوز إخراج الفدية بعد الفجر وفي ليلته السابقة له، في ليلة ذلك اليوم السابقة له. نعم. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما ضرراً لا يحتمل عادة يلحقهما الصوم فخافتا. أيوة، الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرأة التي ترضع، إن خافتا على أنفسهما، سواء خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما والولد، لكن خافتا على أنفسهما، ليس خوفهما على الولد فقط، على الجنين أو على الولد الرضيع فقط، لا، إنما خافتا على أنفسهما من الصيام، يعني خافتا أن يلحقهما بالصيام مشقة شديدة لا تحتمل عادة، يجوز لهما الفطر. نعم. الصلاة ووجب عليهما القضاء. ماذا يترتب على فطرهما؟ القضاء، يلزم كل منهما أن تقضيا الأيام التي أفطرتاها. نعم. ولا فدية عليهما. أيوة، ليس عليهما فدية. وكذا لو أفطرتا فوقا على نفسهما.
الإبن أو على الولد. طيب، قالت يعني إذا خافت الحامل والمرضع على نفسها فأفطرت يلزمهما القضاء ولا فدية. إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما وعلى الولد جاز لهما الفطر ويلزمهما القضاء ولا فدية. نعم. وإن خافتا على ولديهما وفي مفترض على أولادهما فقط. أما إذا كان خوفهما على ولديهما فقط، خافت الحامل على الحمل فقط، خافت أن تجهض، وخافت المرضع على الرضيع فقط، خافت أن يخل اللبن الحليب فيتضرر الولد أو يهلك، ولم تقف الحامل والمرضع على نفسيهما، إنما كان خوفهما على الولد فقط. نعم. أي خافت الحامل خوف الولد وخافت المرضع قلة اللبن فافطرتا ووجب عليهما القضاء بالإفطار. أفطرتا تفطران، ولكن يلزمهما القضاء لأنهما أفطرتا. والكفارة والمقصود بها الفدية، أحيانا الفدية قد تسمى كفارة، وإن كان الغالب إذا قيل كفارة يكون المراد الكفارة العظمى ليس الفدية، لكن أحيانا الفدية قد تسمى كفارة كما فعل الشيخ أبو شجاع رحمه الله. إذا أفطرتا ووجب عليهما القضاء للإفطار، والكفارة يعني الفدية. نعم. أن يخرج عن كل يوم أفطرتا خوفا على ولديهما فقط دون الخوف على نفسيهما مد من غالب قوت البلد. نعم. وهو كما سبق لفظ وثلث بالعراقي. ما وزن المد؟ المد في الحقيقة كيل، ما يملأ كفين معتدلتين، هذا هو المد، لكن العلماء قدروا ذلك بالوزن تقريبا تسهيلا، فقالوا وزن المد رطل وثلث بالعراقي. نعم. وقد يقال رطل وثلث بالبغدادي، ما في إشكال، معنى واحد، لأن بغداد من العراق، سواء قيل رطل وثلث بالعراقي أو رطل وثلث بالبغدادي المعنى واحد، ونحن قربنا ذلك، قلنا بقمح غالب قوت البلد في بلادنا نحن القمح، وبقمح بلادنا هذا تقريبا نصف كيلو. نعم. وما مصرف هذه الفدية؟ مصرف هذه الفدية الفقراء والمساكين فقط دون الأصناف، باقي الأصناف الثمانية المذكورة في الزكاة، هذه الفدية تعطى للفقراء والمساكين فقط، ولا بأس أن يعطى أمداد لشخص واحد، هذا لا مانع منه، ليس شرطا أن يعطي الإنسان فقيرا ومسكينا أو فقراء ومساكين، قد يعطي فقيرا واحدا فدية يوم، قد يعطي فقيرا واحدا فدية أيام، ما في إشكال، إنما ليس للإنسان أن يعطي فقيرين فدية يوم مثلا، هذا لا يصح، ما بيعطي هذا نصف مد والآخر نصف مد، لا، أما أن يعطي فقيرا واحدا مدا ما في إشكال، فقيرا مدين عن يومين لا مانع، فقيرا واحدا عشرة أمداد عن عشرة أيام ما في إشكال. نعم. والمريض إن تضرر بالثوب. الآن شرع في الكلام على المريض الذي يرجى برؤه، حكينا عن المريض الذي لا يرجى برؤه، قلنا يفطر ويدفع عن كل يوم، يخرج عن كل يوم مدا فدية. الآن ماذا عن المريض الذي يرجى برؤه؟ أهل الخبرة قالوا مرضه يرجى أن يشفى منه، ما حكمه؟ والمريض، نعم، إن شق عليه الصوم مشقة شديدة لا تحتمل عادة، هذا المقصود بقوله إن تضرر بالصوم، إن كان يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا تحتمل في العادة. نعم. وإن
والمكاتب سفرا طويلا مباحا، كذلك الانسان المسافر سفرا طويلا، سفر قصر، سفرا يبيح قصر الصلاة الرباعية، وكان هذا السفر مباحا ليس سفر معصية. نعم. وإن لم يكن هذا المسافر يضره الصيام، يجوز لهما الفطر لكن يلزمهما القضاء. إذن المريض مرضا يرجى برؤه ويشق عليه الصيام مشقة شديدة لا تحتمل عددا، يفطر ويلزمه القضاء فقط، لا يلزمه فدية، لأنه يرجى أن يشفى، وعندما يشفى سيقضي هذا اليوم الذي فاته. وكذلك المسافر سفرا طويلا مباحا، يعني سفر يبيح القصر، قصر الصلاة الرباعية، وهو سفر مباح ليس سفر معصية. من إنسان مسافر لا يزني مثلا، ليس سفره سفر معصية، هذا الإنسان كذلك يجوز له الفطر ويلزمه القضاء، لكن شرطه أن لا يكون السفر طرأ على الصيام. يعني ما بده يكون هو صائم، استيقظ مثلا، قام، طلع عليه الفجر وهو صائم ليس مسافرا بعد، بعدين في خلال النهار سافر، فيكون السفر طرأ على الصيام، يكون ابتدأ سفره بعد طلوع الفجر، هذا الإنسان ليس له أن يفطر ذلك النهار لأجل السفر، لا، إنما لابد أن يكون سفره قبل طلوع الفجر، هذا في المسافر. أما المريض وإن طرأ مرضه على الصيام جاز له أن يفطر، إذا كان هو طلع عليه الفجر وهو صائم غير مريض، ثم في خلال النهار مرض مرضا شديدا، مرض مرضا لحقه بالصيام مع المرض مشقة شديدة لا تحتمل عادة، هذا الإنسان له أن يفطر بسبب هذا المرض. نعم. يعني الأفضل بمثابة الصوم إن لم يشق عليه الصوم وكان مع السفر، الأحسن في حقه أن يصوم، وإن جاز له الفطر لكن الأفضل بالنسبة إلى هذا الإنسان أن يصوم، ويكون في ذلك تعجيل لبراءة ذمته، يبرئ ذمته، هذا الأحسن إن لم يشق عليه، فإن شق عليه الصيام كان فطره أحسن. وعلى هذا يحمل حديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، معناه لمن يشق عليه الصيام مع السفر، أما من لا يشق عليه ذلك فالأحسن في حقه أن يصوم ولا يفطر. نعم. وللمريض إن كان مرضه مفطرا. طيب، هذا المريض عرفنا أن الإنسان إذا أراد صيام الفرض لا بد أن يبيت النية في الليل، بده ينوي بالليل قبل طلوع الصبح صيام غد. طيب، هذا المريض هل يلزمه أن يبيت النية أم لا؟ في هذا تفصيل. إن كان مرضه مطبقا مستمر ليلا نهارا، ما المرض بيتقطع بيجي وبيروح، لا، إنما مرضه مستمر مطبق. نعم. لا يلزمه أن ينوي في الليل الصيام لأن مرضه مستمر، عذره قائم مستمر. نعم. كذلك المسافر الذي أراد أن يترك الصيام، أن يترخص بالسفر لترك الصيام، لا يلزمه أن ينوي في الليل. نعم. أما إذا لم يكن المرض مطبقا، مرض متقطع يأتي ويذهب، حمى، حرارة، تجي وبتروح، تأتي وتذهب، يحم وقتا
ويخف عنه وقتا، يحم وقتا ويذهب عنه وقتا، حمى متقطعة مثلا. نعم. كما لو كان يحم وقتا دون وقت. طيب. فلم يكن ثم حمى واستمرت الحمى إلى وقت الشروع في الصوم محمومة فلا تصدق النية، وإلا عليه نية ليلة. طيب، ما حكم هذا الإنسان الذي مرضه متقطع؟ العبرة فيه بوقت الشروع في الصيام، بما قبل وقت الشروع في الصيام، يعني الشروع في الصيام متى يكون؟ مع طلوع الصبح، مع طلوع الفجر، ما قبله شو بيكون؟ آخر الليل. إذا كان في آخر الليل مريضا لا يلزمه النية، لا يلزمه تبييت النية. أما إذا كان في آخر الليل صحيحا هذا الوقت لراح عنه المرض في آخر الليل، فينوي الصيام، يلزمه أن يبيت النية فينوي الصيام، ثم إذا رجع إليه المرض في خلال النهار جاز له الفطر. لكن هو بما أنه وقت الشروع في الصيام، يعني قبيل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، في آخر الليل، في آخر الليل كان صحيحا، كان في الوقت الذي أقلع عنه هذا المرض، يلزمه أن يبيت النية. نعم. وإلا فعليه نية ليلة، وإن عادت الحمى وكادت الفطر. نعم، هذا معناه ما ذكرته. نعم. سكت المصنف، يعني لم يذكر الشيخ أبو شجاع رحمه الله في متنه الكلام الذي يتعلق بصيام النفل. نعم، لأن هذا الكتاب مختصر للمبتدئ، فترك ذلك للمطولات. نعم. وهو مذكور في المطولات. نعم. ومنه صوم عرفة. من ذلك صوم عرفة التاسع من ذي الحجة، لمن لم يكن حاجا لغير الحاج فإنه يسن له الصيام، أما الحاج فالأحسن له أن يفطر. الحاج الذي يكون بعرفة الأحسن له أن يفطر. نعم. وعاشوراء. كذلك عاشوراء وتاسعاء، العاشر والتاسع من المحرم، هذان اليومان يندب صيامهما. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء وقال لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي ذلك اليوم من السنة المقبلة. صام العاشر وقال لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. أيوة. نعم. وأيام البيض. وأيام البيض، أي كذلك يسمى صيام أيام البيض. شأن أيام البيض معناه أيام الليالي البيض، النهار كله أبيض، الشمس طالعة، ما في أيام نهار أبيض ونهار أسود. أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، وهو ليلة، وهو الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، لأن ليالي تلك الأيام تكون مضمرة من أولها إلى آخرها، تكون منورة بنور القمر، ولذلك سميت الليالي البيض، فأيام تلك الليالي يسمى صيامها، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، أكيد أن نحكي بالأشهر القمرية. نعم. وستة أيام من شوال كذلك يسن صيامها، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان هذه ثلاثون أو هذا شهر الحسنة بعشر أمثالها كأنه صام عشرة أشهر، ثم ستة من شوال بعشرة هذه ستون مقابل شهرين، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر السنة كلها. وهذا الأحسن فيه أصل السنة تحصل سواء صام الإنسان هذه الأيام
هذه الأيام مباشرة وصلها بيوم العيد يعني بعد يوم العيد ولم يقطعها ولاها، أو قطعها ولم يصمها مباشرة بعد يوم العيد، أصل السنة تحصل بهذا وبهذا، لكن الأحسن الأفضل أن يصومها الإنسان مباشرة بعد يوم العيد وأن يصلها، أن يوالي هذه الأيام الستة ولا يقطعها، هذا الأحسن. نعم، هناك ما يتعلق بصيام النفل أكثر من هذا، يعني هو مذكور في المطولات. نعم، لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على الصيام شرع في الكلام على الاعتكاف. نعم، هذا معنى الاعتكاف في اللغة، الإقامة على الشيء. شو يعني الإقامة على الشيء؟ يعني الاستمرار في الشيء، الاستمرار في الشيء، المداومة عليه سواء كان خيرا أو شرا. نعم، هذا باللغة، أما في الشرع ما المراد به؟ أما في الشرع فالمراد به الإقامة في المسجد بصفة مخصوصة سنذكرها. نعم، الأصل فيه يعني ما هو الآية، ما هي الآية القرآنية أو الحديث النبوي الذي ذكر فيه الاعتكاف، مشروعية الاعتكاف، هذا أجمعت عليه الأمة، لكن الإجماع لا بد أن يستند إلى آية من القرآن أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل الإجماع إلى أي شيء استند العلماء في ذكر مشروعية الاعتكاف؟ إلى آيات وأحاديث، من جملة هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى الذي ذكر: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ففي ذكر هذه الآية، ففي هذه الآية ذكر الاعتكاف في المساجد. نعم، والآية الأخرى فيها: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم، كذلك هذه الآية ذكر فيها الاعتكاف. والاعتكاف في المسجد أي حبس نفسه فيه بحيث لا يخرج منه إلا بعذر مما سيأتي سنة مستحبة. أيوة، والاعتكاف في المسجد، أن يقيم الإنسان في المسجد، أن يبقى في المسجد فلا يخرج منه إلا لعذر، هذا على الوجه الذي سيأتي ذكره، هذا هو الاعتكاف، هو سنة مستحبة، سنة مشروعة، شيء حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سنة مستحبة في كل وقت، في كل وقت، ليلا كان أو نهارا. نعم، والأفضل أن يكون في صوم، الأحسن إذا اعتكف الإنسان في النهار أن يعتكف صائما، هذا الأحسن، ليس شرطا، لو اعتكف الإنسان من غير أن يكون صائما صح اعتكافه في مذهب الإمام الشافعي، لكن الأحسن الأفضل إذا اعتكف أن يعتكف صائما. نعم، وأن يكون اعتكافه في الجامع، ليس في أي مسجد، المسجد قد يكون مسجدا جامعا تقام فيه صلاة الجمعة، وقد يكون مسجدا غير جامع. الآن في زماننا هذا، في بلدنا هذا، في بيروت مثلا أو في لبنان عموما، كثير من المساجد يقام فيها صلاة الجمعة، في الزمان الماضي لم يكن الحال على ذلك، كان الناس يجتمعون إذا أمكنهم ذلك كل أهل البلد في مكان واحد لصلاة الجمعة، فإن احتاجوا إلى أكثر من مكان عددوا بقدر الحاجة فقط، لم تكن الجمعة تقام في كل مسجد. فإذا أراد الإنسان أن يعتكف وبعض مساجد ذلك البلد يقام فيها الجمعة وبعضها لا يقام فيها الجمعة، الأحسن أن يكون موضع اعتكافه جامعا، مسجدا جامعا.
نعم. وهو من أهل أوازن رمضان أفضل منه في غيره. أيوة، الاعتكاف ذكرنا أنه سنة مستحبة في كل وقت، لكن في العشر الأخير من رمضان هو أكثر ثوابا وأعظم أجرا. نعم. لماذا؟ لأجل طلب ليلة القدر، رجاء أن يدرك الإنسان ليلة القدر وهو في عبادة، في قيام وفي صلاة وفي تلاوة القرآن وفي اعتكاف، ليكون في طاعة في هذه الليلة المباركة. نعم. هي عند الشافعي رضي الله عنه منحصرة في العشر الأخير من رمضان. أيوة، الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن ليلة القدر لا تكون إلا في آخر عشرة أيام ليالي من رمضان. يرى أن ليلة القدر منحصرة في هذه الليالي العشرة. هل غير الإمام الشافعي من أصحاب مذهبه، يعني بعض كبار أصحابه المزني وغيره، خالفوا الإمام الشافعي وقالوا كل ليلة من رمضان محتملة لأن تكون ليلة القدر، كل ليلة من ليالي رمضان تحتمل أن تكون ليلة القدر، هكذا قال المزني من كبار أصحاب الشافعي، وتبعه على ذلك جمع من الشافعية. لكن الإمام الشافعي رحمه الله هو يرى أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأخير من رمضان. نعم. وكل ليلة منه مكملة لها. أيوة، كل ليلة من هذا من العشر الأخير عند الإمام الشافعي محتملة أن تكون ليلة القدر. عند غير الإمام الشافعي أن كل ليلة من رمضان محتملة أن تكون ليلة القدر، وإلى هذا كان ميل شيخنا رحمه الله، شيخ عبد الله رحمه الله ورضي عنه، كان يرى أن كل ليلة من ليالي رمضان محتملة أن تكون ليلة القدر. نعم. لكن ليالي الكل أرجاها. أيوة، قال وأرجى الليالي، أرجى ليالي العشر الأخير أن تكون ليلة القدر هي ليالي الوتر، ليلة الحادي والعشرين، ليلة الثالث والعشرين، الخامس والعشرين، السابع والعشرين، التاسع والعشرين، هذه الليالي الأرجى احتمال أن تكون ليلة القدر أكبر. نعم. وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. وأرجى ليالي الوتر عند الإمام الشافعي ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين. على غيره خالفه، ببلادنا مثلا مشهور أنه ليلة السابع والعشرين، هذا قال به بعض العلماء، يعني هذا فيه خلاف، لكن الإمام الشافعي رحمه الله هو يرى أن أرجى ليالي العشر الأخير الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين. كل من العلماء له أدلة استند إليها في قوله ذلك. نعم. وله الاعتكاف المذكور شرطان. نعم، هناك أمران لا بد منهما لصحة الاعتكاف. ما هما؟ أحدهما النية. الأول النية، كسائر العبادات لا بد فيها من نية ومحلها القلب، إذا ليس شرطا أن يلفظ الإنسان بهذه النية، إنما محلها القلب، فإذا نوى بقلبه كفى. فإن كان اعتكافه منذورا، إن كان اعتكافه واجبا فرضا، إن كان اعتكافا منذورا، ينوي يعين في نيته أنه يعتكف الاعتكاف المفروض أو الاعتكاف المنذور ليتميز الفرض عن النفل. فإن كان اعتكافه نفلا يكفيه أن ينوي الاعتكاف لله تعالى، سنة الاعتكاف أو ينوي الاعتكاف لله تعالى. نعم. والثاني جزء بالمكفي. الأمر الثاني الذي لا بد منه لصحة الاعتكاف أن يبقى الإنسان في المسجد مدة تسمى اعتكافا، أن يلبث في المسجد، أن يمكث في المسجد مدة تسمى اعتكافا. نعم. زيادة على قدر الطمأنينة في الصلاة بحيث يسمى عقوفا. نعم، قالوا ولا بد أن يكون هذا الوقت زائدا على قدر الطمأنينة، ليس فقط بمقدار الطمأنينة، لا، لا بد أن يكون أكثر من ذلك، زمنا يسمى
اعتكافا يقال له عكوف. نعم. بحيث يسمى عكوفا. نعم. في المسجد. ولا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد. لا يكون الاعتكاف في غير المسجد. في غير الموضع الذي وقف للصلاة فيه. لا يكون الاعتكاف في المصلى، في المدرسة الشرعية، في الزوايا، زوايا الصوفية، هذه المواضع لا يصح فيها الاعتكاف، إنما الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد. نعم. نعم. المسجد لا يشترط أن يكون جامعا، ذكرنا هذا، قلنا الأحسن أن يكون المسجد جامعا، لكن ليس شرطا. سيأتي هلا حيجي. نعم. وهو المكان الموقوف للصلاة. نعم. هذا معنى المسجد، المكان الذي وقف للصلاة. نعم. فلا يصح الاعتكاف في غير مسجد ولو كان الذي أراد الاعتكاف امرأة. نعم. لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد. وصف المعتكف إسلام وعقل. واضح أنه لا بد من إنسان معتكف كمان حتى يكون اعتكاف، لا بد من شخص يعتكف. هذا الشخص ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه أن يكون مسلما كسائر العبادات لا تصح إلا من مسلم، ولا بد أن يكون عاقلا مميزا، يعني لأن غير المميز ليس أهلا للعبادة. نعم. ونقاء عن حيث النفاس والجنابة، يعني أن يكون طاهرا عن الحدث الأكبر، نقاء عن الحيض والنفاس والجنابة، والجنابة معناه أن يكون طاهرا عن الحدث الأكبر. إذا المعتكف لا بد أن يكون مسلما عاقلا طاهرا عن حدث أكبر. نعم. ولا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ومتساهل. ايوه، لا يصح اعتكاف كافر لانه ليس مسلما فلا تصح منه العباده، والمجنون ليس عاقلا كالصبي غير المميز لا يصح منه الاعتكاف، وكذلك الحائض والنفساء والجنون لا يصح منهم الاعتكاف لانهم ممنوعون من الاقامه في المسجد. نعم. ولا يخرج المعتكف من المسجد في اعتكاف مندوب. إذا كان اعتكاف الإنسان نفلا سنة، الإنسان يخرج ويدخل كما يشاء، ما في إشكال، يخرج ثم إذا رجع ينوي الاعتكاف ثم يخرج من المسجد متى أراد لأي حاجة عرضت له، ثم يعود فينوي الاعتكاف وهكذا، هذا لا إشكال فيه. لكن لو أن إنسانا نذر الاعتكاف، ألزم نفسه الاعتكاف بالنذر، ونذر أن يكون اعتكافه متتابعا، مثلا قال إنسان لله علي أن أعتكف أسبوعا متواليا، هذا الإنسان ألزم نفسه، صار واجبا عليه أن يعتكف أسبوعا متواليا، أو قال لله علي أن أعتكف هذا الأسبوع مثلا، ألزم نفسه أن يعتكف هذا الأسبوع. نعم. هذا الإنسان لا يخرج أو نذر أن يعتكف هذا اليوم مثلا، فلا يخرج من هذا الاعتكاف. نعم. إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان، إذا احتاج إلى بول أو غائط يخرج، ما في إشكال. نعم. وما كان مثلهما كأن نام في المسجد فاحتلم، احتلم وهو نائم يحتاج أن يغتسل وليس له أن يقيم في المسجد، يخرج فيغتسل ويعود. نعم. أيوه. كذلك إذا حاضت المرأة وهي في الاعتكاف المنذور لا تقيم في المسجد، وكذا لو نفست المرأة وهي في الاعتكاف المنذور لا تقيم في المسجد. نعم. فتخرج المرأة من المسجد لأجله ما. أيوه. أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه. وكذا لو مرض الإنسان مثلا مرضا يشق عليه الإقامة مع هذا المرض في المسجد، ما عم نحكي وجع راسه وجع خفيف، صداع خفيف، حمى خفيفة، حرارة خفيفة،
هذا ليس عذرا في الخروج من الاعتكاف المندوب، لكن مرض مرضا يشق معه الإقامة في المسجد، احتاج إلى فراش وطبيب يتردد إليه وخدمة من يقوم على خدمته مثلا، أو أصابه إسهال، أو أصابه إدرار البول. في بعض الحالات قد يخشى تلويث المسجد لو بقي فيه، ففي هذه الحالة هذا الإنسان معذور في الخروج من المسجد وإن كان اعتكافه مندورا. نعم. المقام يعني الإقامة، أن يبقى. نعم، لا يمكن المقام معه في المسجد. نعم. أيوة، يحتاج إلى فراش وخادم وطبيب. هذا ليس سهلا أن يجتمع هذه الأمور في المسجد، في مشقة. نعم. نعم، قد لا يلحق، قد لا يدرك أن يأتي الخلاء قبل أن يسبقه الخارج. نعم. بخلاف المرض الخفيف الذي لا يشق معه المقام في المسجد، فليس عذرا في الخروج من الاعتكاف المندوب المرض الخفيف مثل الحمى الخفيفة أو الصداع الخفيف. نعم. الحمى الخفيفة فلا يجوز الخروج من المسجد بسببها. أيوه. ويبطل الاعتكاف بالردة. نعم، إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله وهو معتكف بطل اعتكافه بالردة. نسأل الله السلام والحفظ. نعم. وكذا لو سكر الإنسان متعديا، يعني مثلا تناول مسكرا وهو يعلم أن هذا مسكر، ليس ظن أنه يشرب دواء مثلا فسكر، لا، تعدى بسكره، يعلم أنه مسكر ومع ذلك شربه فسكر، بطل صيامه، بطل اعتكافه بذلك. نعم. كذلك بالجماع، بالوطء مختارا، يعني ليس مكرها إذا وطئ، سواء كان وطئه في المسجد أو خارج المسجد، خرج لقضاء الحاجة مثلا فوطئ، هذا الإنسان يبطل اعتكافه بهذا الوطء إذا كان مختارا غير مكره. نعم. ذاكرا للاعتكاف، ليس أنه وطئ ناسيا أنه معتكف. نعم. عالما بالتحريم، ليس إذا كان جاهلا مثلا قريب عهد بإسلام، إنسان أسلم عن قريب ولا يعلم أنه يحكم ذلك على المعتكف، فإذا كان مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم فوطئ هذا المعتكف، جامع وهو معتكف، بطل اعتكافه. نعم. وبالمباشرة بشهوة إن ننكر، شيئا بطل اعتكافه، مثلا إذا كان نذر اعتكاف شهر، كان اعتكف 15 يوم بعدين جامع، هذا بطل اعتكافه. بده مثلا إذا كان نذر أن يكون المدة متوارية بده يرجع يعيد، مثلا نذر اعتكاف يوم جامع في ذلك اليوم، هذا اليوم لا يحسب، يعتكف يوم غيره مثلا. نعم. كذلك إذا باشر بشهوة، كأن لمس بشرة زوجته مثلا أو حليلته مثلا أو غيرهما أو قبلها فأنزل المني، إذا كانت مباشرته بشهوة فإن اعتكافه يبطل بذلك أيضا. أما إذا لم تكن المباشرة بشهوة، كأن كانت القبلة قبلة شفقة وإكرام ولم تكن قبلة بشهوة، فإن هذا لا يبطل الاعتكاف. إذن إنما يبطل الاعتكاف المباشرة بشهوة إن أنزل، أما إن لم ينزل مثلا أو كانت المباشرة بغير شهوة فإن ذلك لا يبطل الاعتكاف، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. لا ينبغي،
ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يراعي، يعني أن يراعي أن ينوي الاعتكاف وأن لا يفوت على نفسه هذا الخير العظيم وهذا الأجر العظيم. ولذلك كثير من مشايخنا الله يبارك فيهم ويجزيهم عنا خيرا جرت عادتهم في أوائل الدروس التي تقام في المساجد أن يذكرونا بذلك، كلما دخل الإنسان المسجد ألا ينسى نية الاعتكاف في المسجد لئلا يفوت على نفسه هذا الثواب العظيم. يقول السائل: هل يشترط للاعتكاف الصلاة؟ أظن هذه المسألة بينها عن قريب في أول رمضان الشيخ نبيل الله يجزيه خيرا ويبارك فيه ويحفظه. ليس الصلاة شرطا للاعتكاف، لكن العلماء بينوا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا ينبغي أن يجلس قبل أن يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد أو غيرها ثم يجلس. يعني من أراد زيادة تفصيل في هذه المسألة يراجع الشيخ نبيل الله يبارك فيه ويحفظه. بارك الله فيكم. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله. بالشمس المنحى عبر بالضرر والمراد المشقة الشديدة، ما هيك؟ عبر كمان بالضرر. من يجوز من الفاصل واحد 20 متر مثلا 20 متر.